يعني ما قال الله شهر شعبان، ولا قال شهر رجب، ولا قال شهر شوال، ولا شهر الله المحرم، حتى الأشهر الحرم لم يذكرها. الشهر الوحيد الذي ذكره الله عز وجل باسمه هو شهر رمضان. فسيد الشهور على الإطلاق هو شهر رمضان، وأفضل ما في رمضان هو العشر الأواخر منه على الإطلاق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر كان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره، يعني كناية ما عاد في جماع، وكناية عن الاعتكاف، واعتكف في مسجده حتى ينتهي العشر. إمتى بينتهي العشر؟ بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، تدخل ليلة العيد. ومن عادتنا التي يعني منذ تأسيس المركز سرنا عليها، وهكذا مساجد المسلمين جميعا أو كثير من مساجد المسلمين ليس جميعا، أننا نصلي تهجد. إحنا الفجر إمتى عم يكون يا شيخ وليد؟ 4:30. فنحن منصلي التهجد خلي الساعة 2، من 2 لـ3 بيبقى 1:30 للفجر. ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ لا بدنا نستشي. ما رأيكم؟ خليه 1 لـ2:30، 2 لـ3، وبعدين الناس بتلحق بتروح وترجع على صلاة الفجر. إذا كل يوم عندنا ساعة نصلي فيها التهجد، ونؤخر الوتر إلى ما بعد التهجد. يعني اليوم آخر يوم نصلي الوتر، وابتداء من غد إن شاء الله تعالى، طبعا هذا تمهيد، يعني اليوم نحن لن نصلي التهجد، سيبدأ التهجد من الغد ليلة 21، بكرة 20، نحن اليوم 19، بكرة 20 إن شاء الله نبدأ بالتهجد غدا إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. أروا الله من أنفسكم همة، اللي قصر في أول الشهر وكلنا مقصرون فليستدرك في آخره، فالخير في آخر الشهر، والعبط من النيران يكون في العشر الأواخر، والجائزة تكون مع انتهاء شهر رمضان. يؤسفني أن أقول إننا كأننا والله ما في بيتنا، ما في ببيوتنا أواعي. الناس تذهب إلى الأسواق بيع وشراء وبيع وشراء في العشر الأواخر. والله كانوا مشايخنا يقولوا ليش أخي الناس ما بتروح بآخر جمعة من شعبان تشتري غراض العيد؟ شو المانع يعني من ذلك؟ الله يبارك فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.